بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. قبس من العقيدة الإسلامية، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في موضوع العقيدة، وكنا في أحاديثنا السابقة قد تكلمنا عن الأصل الأول من أصول العقيدة، وهو الإيمان بالله عز وجل بما تضمنه من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. والآن نتكلم إن شاء الله عن الأصل الثاني، وهو الإيمان بالملائكة. فإن الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل حيث قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد جاء ذكر الإيمان بالملائكة مقرونا بالإيمان بالله في كثير من الآيات القرآنية، كما قال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكما في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والإيمان بالملائكة يتضمن التصديق بوجودهم وأنهم عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته وتنفيذ أوامره، ولا يعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل. ويتضمن الإيمان بأصنافهم وأوصافهم وأعمالهم التي يقومون بها حسب ما ورد في الكتاب والسنة. ويتضمن الإيمان بفضلهم ومكانتهم عند الله عز وجل. وقد ورد في صحيح مسلم أن الله خلقهم من نور، ومما يدل على فضلهم وشرفهم أن الله يضيفهم إليه إضافة تشريف وتكريم، كقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته، وقوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته، وقوله: من كان عدوا لله وملائكته. ويقرن سبحانه شهادتهم مع شهادته وصلاتهم مع صلاته، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وكقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ويصفهم سبحانه بالكرم والإكرام. قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقوله تعالى: بل عباد مكرمون. ويصفهم بالعلو والتقريب، كما في قوله تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، وفي قوله تعالى: يشهده المقربون. ويذكر حملهم للعرش وحفهم به، كما في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله، وقوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش. ويذكر سبحانه أنهم عنده ويعبدونه ويسبحونه، كما في قوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وهم بالنسبة إلى الأعمال التي يقومون بها أصناف، فمنهم حملة العرش، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومنهم المقربون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومنهم الموكلون بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها، ومنهم الموكلون بالنيران وتعذيب أهلها، وهم الزبانية، ومقدموهم تسعة عشر، وخازنها مالك وهو مقدم الخزنة، كما قال تعالى: عليها 19. وقال تعالى: وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك،
وقال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم في الدنيا، قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد وكتابتها، قال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، فمع الإنسان ملائكة يحفظونه من المؤذيات، وملائكة يحفظون عليه أعماله وما يصدر منه. ومن الملائكة من هو موكل بالرحم وشأن النطفة، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ومنهم ملائكة موكلون بقبض الأرواح، قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فملك الموت له أعوان من الملائكة يستخرجون روح العبد من جسمه حتى تبلغ الحلقوم، فيتناولها ملك الموت بيده. والمقصود أن الله وكل بالعالم العلوي والسفلي ملائكة تدبر شؤونهما بإذنه سبحانه وتعالى وأمره ومشيئته، كما قال تعالى: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلهذا يضيف سبحانه التدبير إلى الملائكة تارة لكونهم المباشرين له كقوله تعالى: فالمدبرات أمرا، ويضيف التدبير إليه تارة كقوله تعالى: يدبر الأمر. فالملائكة رسل الله في خلقه وأمره، واسم الملك يتضمن أنه رسول لأنه من الألوكة بمعنى الرسالة. وقال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقال تعالى: والمرسلات عرفا، فهم رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السماوات والأرض، وهم رسله في تدبير أمره الديني الذي تتنزل به على رسله من البشر. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وأعظمهم جبريل عليه السلام وهو أمين الوحي، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قد أعطى الله الملائكة قدرة على التشكل بأشكال مختلفة، فقد جاءوا إلى إبراهيم ولوط عليهما السلام بصورة أضياف، وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، تارة يأتي في صورة دحية الكلب، وتارة في صورة أعراب، وتارة في صورته التي خلق عليها، وقد وقع منه هذا 2 مرات. وذلك لأن البشر لا يستطيعون أن يروا الملك في صورته، ولما اقترح المشركون أن يرسل الله إليهم ملكا قال تعالى: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة الرجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، لأن كل جنس يأنس بجنسه وينفر من غير جنسه. هذا وبالله التوفيق،
وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.